دلوقتي اقولها هاني وخليه يكلم بتوع المباحث يدوروا لها عليه. لا 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 ما ينفعش، دول مهما كان برضو كانوا متجوزين، وبعدين الولد ابنه وهو ابوه يعني مش هيأذيه. طب يعني مفيش امل انهم يرجعوا لبعض تاني؟ بيني وبينك يا عليا الولد كده هيتشتت ما بينهم. يسمع من بوقك ربنا يوفقها. امال فين المقدم حسام؟ قصدي حسام بيه ما جاش معاكي ليه؟ حسام لا ما هو طبعا علشان ظروف اخته دي مش معقول يسيبها لوحدها في البيت، مش معقول كلنا نخرج ونسيبها يعني. طبعا طبعا الله يكون في عونكم، بس انتي برضو غلطانه يا علي، كان لازم تقولي لي الظروف دي كلها، يعني كنا اجلنا الفرح شويه. لا ناجل ايه؟ ده احنا ما صدقنا انهم رجعوا لبعض تاني. ربنا يتمم على خير. اديني جيت. ايه يا بقى المفاجاه اللي انت جايبني عشان الحته المقطوعه دي يا طه؟ فيه موضوع مهم ولازم نتكلم فيه يا حسام. يا حسام ماشي، ايه بقى الموضوع المهم؟ كنت عارف انك عايش، كنت عارف ان ما ادخلش عليك، وكنت مستني اليوم اللي اشوفك فيه عشان اقتلك يا دياب، وكنت عارف اننا هنتقابلوا. هقتلك يا دياب. يا سنة سوخي يا سنة سوخي، ما يصحش كده، استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله. ايه ايه يا حسام بيه مش كده؟ احنا النهاردة حياتنا كلنا متعلقة ببعض، عشان كده لازم نهدى نهدى ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ وبعدين انت ايه اللي دخلك وسطينا يا زبالة يا واطي؟ انتوا الاتنين، انتوا الاتنين اللي دخلتوني، وانتوا الاتنين استغلتوني. كل واحد فيكم افتكر انه اشتراني، لكن أنا خدمتكم وبحبكم انتوا الاثنين. انت ما بتحبش غير نفسك، عشان كده بعتني واشتغلت مع دياب. واشتغل معاك ما تنساش، وباع ابويا واخويا كمان. شهد عليا زور. كلنا غلطنا، كلنا غلطنا، وما فيش حد ما بيغلطش، وكلنا عدينا الخط، ودلوقتي لازم نتفق. نتفق؟ ايوه نتفقوا. هات من الاخر يا دياب، عايز ايه؟ دياب دلوقتي حد تاني غير اللي كنت تعرف. دياب اللي انت كنت تعرفه مات، الله يرحمه ويحسن اليه، لكن دياب ده واحد تاني اسمه ديابو محمود من جنوب افريقيا. زي ما بقيت انت حد تاني. اسمع يا حسام، ما فيش حاجة تقعد على حالها، وإحنا كده ولا كده محتاجين البعض. يعني إيه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحوا صفحة جديدة، واني حمد يد ليك. ننسى اللي فات؟ ده أنت بجح بجاحة يا أخي. أحسن لك تنسى زي ما أنا حنسى. اسمع كلامه يا حسام، دياب عايز مصلحتك. انت تخرس خالص؟ لا مش هخرس، اني مش هخرس، ويكون في علمك مش اني اللي شهدت عليك زور وقبضت التمن. اللي شهد عليك زور زميلك الضابط حامد، وقبض من دياب. اشتريت حامد كمان؟ والله العظيم عجبتني وملعوبة يا دياب، ملعوبة.
حقوقك. صدقني يا حسام بيه، احنا محتاجين لك وانت كمان محتاج لنا، وكله بتمنك. مليون جنيه حرب شراكتنا، بدل ما نتقاتلوا ونتعاركوا خلينا نستفيدوا. عايزني بعد ما كنت بكافح التهريب اشتغل فيه؟ ما انت هربت قبل كده. هربت عشان الغلابه ولا نسيت الفياجرا؟ واللي بيمرق الصغير ايه بيمرق الكبيره كمان. احنا عايزين نشتروا دماغك السم دي بأعلى تمن. ووعاك تفكر انك بجده هتتنازل؟ لا 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 لا، ده انت شريك وراسك براسنا كمان. انت مش هتتنازل، انت هتبقى قوي وهتذل كل اللي زلوك واللي باعوك. اسمع كلامي وهتعيش ملك. ولو ما سمعتوش ابقى خلى اخوك الصغير يديك المصروف. محمد بيه يا اما تصرف عليه انت 20% من كل عملية. ما تقبلش أقل من 25%، دول بيكسبوا ياما. وأنت أوسخ حاجة عدت عليا، حد قال لك كده قبل كده؟ محدش قال لي، بس أنا عارف. فكر يا حسام، فكر. اوعاك تغلط، الغلطة دلوقتي ما بتتغفاش.